السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خط المسافرين في الجوفة قطعوه. أمس يعني تداولوا الخبر هذا، فخط الجوفة يعني للمسافرين للسعودية هذا الخط اقتطع نهائيا تقريبا، وحولوهم على مكان ثاني، ولا أدري يعني وين راحوا ومن فين. هو قدو خط صحراوي وعادها نزيد قطعوه. هذا الخبر يعني تداولوه أمس أن الخط مقطوع وإنما عاد في طريق ولا في شيء. هنا يعلق واحد يعني أبو أياد وليد الدروبي قال حرام أنه سنة دبور من أول يوم، يعني من أول يوم يعني بالسنة قطعوا الخط. أبو أنس الثوابي والله أنهم قصدهم يقعقعوا الشعب، ليش ما حد داري؟ شعب مسكين مشعتل على أنحاء العالم يدور لقمة العيش. هنا أبو علي تقريبا أن هذا يعني مثل ما تقول تنويه او خبر يعني لمكان البديل للخط البديل اخوة المسافرين مع خط الصحراء الرويك مارب الجوف. نود اعلامكم انه تم غلق الطريق بشكل نهائي وتحويله عبر مارب طريق الصمده المطار الجديد. هنا يقول عبد القادر الكاظمي لا حول ولا قوه الا بالله، حتى الطريق الصحراء قفلوه. هنا هذه الصوره يعني معبره جدا، 2022 رقم بالاثنين والثاني يجيب هذا، واحنا غارقين وسط الصحراء. هذا الخبر اللي وددت أن أعرضه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.